كلمينا يعني أولا الشعور ما يوصف أكيد من قبل الحصول على مسكن وبعد الآن الحصول على مسكن بفضل الله ثم بفضل ما تيسر من جمعية البر. أكيد طبعا شعور لا يوصف، يعني بالذات أنه أنا أم طفلين قاعدة أرعاهم وكنت ساكنة في شقة إيجار والحال الله أعلم فيه، فالحمد لله يعني كل بفضل الله ثم بفضل أهل الخير اللي ساعدونا وأهل المدينة والحمد لله على كل حال قبل وبعد. اللهم لك الحمد. أم خالد الآن عندكم سكن خاص بكم، قبل السكن يعني كيف كانت حياتكم وبعد ما تأمن هذا الشيء وطاح منكم هم الإيجار؟ أولا أنتم شايلين هم كأي واحد عنده إيجار آخر الشهر أو إيجار آخر السنة، الآن سقط هذا الهم عنكم، يعني ما الفرق بين الحياتين؟ الفرق زي الفرق بين السماء والأرض الله. صراحة يعني أولا كل شهر بشيل هم الإيجار، الضمان ينزل لي أسوأ للإيجار، بشيل هم أمن المصروف لأولادي، أنا أسدد إيجار ولا أمن لهم مصروف، حاليا مرتاحة تمام الراحة والحمد لله، مرتاحة تمام الراحة إنه أمن لي بيت والحمد لله، وأشكر حكومتنا وأشكر كل القائمين على كل الناس اللي ساعدتني، وأشكر جمعية البر على مساعدتهم لي وزارة إسكان التنموي. أكيد أشغالي طيبة بالنبي تآخيا وتآلفا، ولمن تصدق أو عساه في المدينة أوقفا.